مستمر. هذا اللي على ذلك هو الكثافة ديال الجمهور اللي حضر ولا الشقة اللي كانت فيها واحد المزيج منتظم، كانت طلعت واحد الجديدة ديال الآلة كما تنقولوها وكما تقول الإذاعية، طلعت جديدة ديال الآلة من الطراز العالي جدا. فنتمناو على أن بحال هذا الجمهور هذا يستمر معنا، أن الظروف إن شاء الله تساعدنا باش أننا يعني المكان اللي يسوء أكثر، لأن محبين هذه الموسيقى العريقة كانوا هما كثر لا من المغرب ولا من الخارج. وهذه المناسبة نرحبوا بالولايعية اللي جاونا من كل المدن المغربية، لا من الرباط ولا من الدار البيضاء ولا من طنجة ولا من تطوان، كل المدن العريقة اللي أيضا فيها الحمد لله الآن أجواق مهمة. والمهم جدا في هذه الدورة هذه هي الدورة اللي نعيش فيها إن شاء الله الجهوية في الناحية التراثية، كما أنه الموسيقى الأندلسية هي أيضا تلك التي تجسد هذا التراث الجهوية، بل أنها تاع المستوى الوطني إن شاء الله غادي نشوفوا فروق من كل أقطار من كل المدن المغربية. فمرحبا بالجميع فيما تبقى من البرنامج إن شاء الله. شكرا.